أما لما بنفتكر أسامي زمايلنا حتى في الأجيال في اللعب أو في الدراسة بتفتح معنا ذكريات كتير كتير جدا جدا. فهناخد كده بقى ذكريات الطفولة كده مع رمضان، وأكيد أكيد بتختلف عن دلوقتي كتير طبعا. لا كتير قوي، هقول لحضرتك ليه. احنا كان الملعب بتاع نادي الزمالك كان ملعب رمل حلو، أو الحمرة حمرة. ملعب الحمرة دوت كان لازم يترش مية الأول، وكان في حتة فيها جير كده، فبناخد حبة جير نحطه في صفيحة نحط عليه مية وندوبه عشان نمشي على خط الستة وخط ال نرسم الخطوط الملعب نرسمه. ايوه. فكنا من سعادتنا، عشان انا اوريك الفرق ما بين لعيبه دلوقتي ولعيبه زمان، احنا كنا بنلعب على الملعب الحمره دوت، كنا احنا اللي بنرشه، كنت انا مسؤول الرش، كان في ناس ثانيه مسؤول التخطيط في ناس ثانيه اللي هي بتخطط، وكان في حاجه كده حديد زي انت عارف البلدوزر اللي بتدك الملعب. ايوه ده كان بنمسكه، بتمسكه كده زي العجله وتزقه عشان تتساوي الملعب او تشده عشان من تقله، فهو بيمشي يساوي كل الارض كانها معموله بساط. فكنا احنا بنعمل الكلام دوت، كنا نتمرن مثلا ساعه والمدرب يقول نروح اشربوا ميه، فتلينا رحنا على طول الخرطوم يشتغل، الارض وحشه وبتاع، وبعدين احنا كان زمان ما كانش فيه لزق فاللزق الرباني بقى تروح عامل كده، كنت بتاخد لك شكارتين رمل شكار على حسب انت بتلعب قد ايه. والله زي ما بقول لك، وكان طعم الرمل حلو يعني. كله كان بياكل رمل وقتها، ما كله، هي انت عشان تمسك الكره ايديك مليانه تراب صح، وما فيش بقى يعني ما كانش فيه لزق، فانت كنت على طول ايه ابسط حاجه داخل تشوف بمالتي او عايز تمسك الكره كويس تروح لاحق صوابعك بالطين وبالتراب وتكمل شغال. فدي يعني دي حاجه من الحاجات اللي كانت بتحصل. فبامانه ربنا النهارده لما بتيجي مثلا تلاقي اللعيبه الارض بتاعت الصاله الترافليكس اللي هي اعلى حاجه زي استاد القاهره كده مثلا، لفها خدش كده، لا شويه تراب كابتن الارض، ابص لهم كده اقول له ارض ده انت يا ابني بتلعب في جنة يا ابني لو لعبت زينا يا ابني يا ابني انا لو وريتك جسمي كوعك وظهرك وركبك كل حته فيها مشرطه، اصل انت لما بتقع تخيل انت بتتسحل حمره طبعا. الله ينور عليك، فانت جسمك معلم من كل حته. ده بعد كده كابتن، حتى بعد كده التطور اللي حصل بتكلم في الاجيال بقى القديمه في الملاعب عملوها اسفلت بالظبط صح، بقى اسفلت بقى اخطر ويتعمل ايه ياخد وش بويا. ايوه ده النادي اللي عنده ده يا نهار ابيض، ده كان عدى عد. وكان برضه اخطر، كانت اخطر من الحمره والله. والله عايز اقول لك ان في لعيبه كتيره جدا 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 يمكن احسن مننا بمراحل ممكن تكون بطلت بسبب سوء الارضيه وسوء اصابات بالظبط. وطبعا ما كانش في الطب الرياضي بالمستوى العالي زي دلوقتي، ما كانش موجود زمان، فهو اللي ربنا نجاه من الحاجات دي هتكمل الحمد لله كمل. يعني انت دخلتوا المصفى بتاعت قله الامكانيات والاجتهاد الشخصي، عشان كده انت ماسك في اللعبه حبا فيها. ايوه انت بتحب اللعبه دي اللي عايزين نوصله بشكل مش طبيعي، لان انت تحس ان انت بنيت، انت ليك طوبه في الحيطه بتاعت اللعبه دي. حلو يا سلام، حلوه الكلمه دي حقيقي. انت يعني كل ملعب انت لعبت عليه في عرق، انت عرقان عليه، نقط عرق نزلت منك، حلو، في دم نزل منك، الكلام ده ممكن الناس تقعد تقول لك ده شعارات، لا مش شعارات، حبك للعبه حقيقي والله، مش عشان تبقى ليك دخل منها، انت ممكن تشتغل تجيب دخل من اي حته صح، لكن حبك للعبه واللي بيحصل فيها والتطور اللي بيحصل في اللعبه وان انت تبقى متابع وان انت تبقى عايز تبقى موجود ولو بقيت مدرب عايز تنجح ولو لعيب عايز تنجح، ده حب في اللعبه. ليش معنى اخترت الهاندبول؟ طب ما انا يعتبر مثلا كان اللي ماسك المدرسه الاعدادي بتاعي كان مدرب الله يمسيه بالخير اسمه استاذ اسماعيل. تمام. استاذ اسماعيل ده كان عامل معايا مشاكل كتيره جدا. هو كان ماسك فرقه الباسكت في مركز شباب العباسيه، وساعتها مركز شباب العباسيه ده طلع ابطال. منهم شريف علي اللي هو في النادي الاهلي، ده صديق عمري. ايوه. وانا دي كانت شلتي كلهم كانوا باسكت، ليه انت تلعب هاندبول؟ تيجي تلعب معاهم باسكت. لا مش هلعب باسكت، لغايه ما يعني حصل شده بيني وما بينه، رحت رايح قال لابويا الله يرحمه بابا الامر كذا كذا، فراح للمدرس فقال له مش هيلعب باسكت، هو حابب الهاندبول سيبه. ومن ساعتها فعلا قال لي بقى انفلحت. ودي كانت كلمه تحدي دي ساعتها، سبحان الله انت نطقت كلمه وما تعرفش ان هو ربنا محضر الكلام دوت. سبحان الله. إيه؟ هنجح وهتشوف، حتى ما قلتش باذن الله لكن هو انت من جواك ان انت عينك في عينه هنجح. دي على فكره دي كانت شراره نجاح ابطال كتير على فكره. ونقطه ثانيه اللي اتقالت لي برضو بقى لما طلعت ثانوي ناظر المدرسه كل شويه اروح له بجوابات عشان اخرج عشان عندي ماتش. تمام. قال لي والله ما هتفلح، يبقى مش عارف اعمل ايه على قبري لو نجحت.
لا انا هوريك بقى الصدف الغريبه ان انا تربيه رياضيه فبنزل تدريب عملي في ثالثه بتنزل مدرسه اعدادي وفي رابعه بتنزل مدرسه ثانوي. ده على ايامكم يا كابتن. احنا شويه كنا عشان الاجيال بتاعتنا كانت فرافير شويه فكنا بننزل في ثالثه ابتدائي وفي رابعه اعدادي. لا, لا لا عشان الخناقات اتفقنا. لا لا انا حصلت نزلت مدرسه وانا في رابعه نزلت المدرسه بتاعتي كانت مدرسه اسماعيل قباني يعني في عبد باشا. التدريب العملي في مدرستك في مدرسه تمام. ويا شاء السميع العليم ان المدرس او الناظر اللي كان موجود هو اللي ماسك المدرسه. فطبعا كنت ساعتها يعني الحمد لله الامور اتطورت وماشي كويس. فاول ما هو قال لي انت مش تفلح. مش هتفلح مش في الرياضه في التعليم. تعليم فطبعا انا داخل سمعناها كتير دي. بالظبط. فداخل بكالوريوس وعندي تدريب عملي في المدرسه. فاول ما شافني قلت له ها دخل رحت حضنه وبايسه. خلاص بقيت الزوايل دلوقتي. مثلا مش استاذ استاذ ايوه انا فايق تحت التدريب. بس عايز اقول لحضرتك يعني ال- 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 النظره ان هو كان ده على طول اللي يديني فوق دماغي. ايه مش هتنجح انت فاشل انت طول شويه مسايب دروسك ورايح ويا شاء السميع العليم كبر.